واسمع حفظة الله جل وعلا استفتاء وجه لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وتأمل محاورة السائل للإمام وماذا كان يرد الإمام عليه. اسمع وتأمل تخرج بصورة واضحة عن مفاسد الخروج على ولي الأمر. أخرج الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج يعني على الخليفة، قال: فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج على هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة. قال الإمام أحمد: وقد أنكر ذلك عليهم، سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، يعني ما الناس فيه إنما هي فتنة خاصة. قال: فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. فهذا ما كان يقوله إمامكم يا أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عندما شور في هذا الأمر. وما هو الأمر الذي شور فيه الإمام أحمد من أجل أن يخرج على الخليفة بسببه؟ كان أمرا يتعلق بأصل الاعتقاد وتغيير الديانة في أصلها العقدي، ذلك أن القوم كانوا يفرضون القول بخلق القرآن على جميع المسلمين ويريدون أن يحملوا عموم المسلمين على نفي صفات الرب جل وعلا. والعلماء من أهل السنة يقولون إن القول بخلق القرآن كفر، هذا في عمومه وعلى إطلاقه، وأما عند تنزيل ذلك على المعينين فلذلك شأن آخر. ومع ذلك عندما كانت الدعوة إلى هذا الأمر العظيم الذي يزلزل أصلا خطيرا من أصول الاعتقاد، عندما كان الأمر إلى ذلك يدعى إليه بالسيف والصوت ويعلمون الصبيان في المكاتب هذا الأمر ويمتحن العلماء بشأنه، بل إن بعض أهل العلم من أهل السنة قتل من أجل ذلك كأحمد بن نصر، وسجن البويطي حتى مات في أغلاله وقيوده وخرج من سجنه إلى قبره، وضرب الإمام أحمد من أجل هذا وديس بالأقدام، داسه الجنود بالأقدام ذهابا وإيابا، وقد طرحوا عليه دارية وقد أغشي عليه، ضرب بعضهم وقتل بعضهم وسجن بعضهم، وضرب أحمد حتى أغشي عليه وداسه الجنود ذهابا وأوبة، كل ذلك وهو ثابت على قوله: ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما شوّر أحمد في خروج هؤلاء على حكامهم، والحكام يحملون الناس على هذا الأمر الجلل بحد السيف ووقع الصوت، كان ينظر رحمه الله إلى ما هو أكبر من ذلك وأجل، الفتنة التي تستأصل شأفة الاعتقاد أصلا والتي تذهب بأمن المسلمين وأمانهم، وهو ما يخطط له اليوم في تلك الدوائر الصليبية الصهيونية المظلمة، والتي تسمى في المنتهى بالفوضى الخلاقة، التي يدفع المسلمون إليها دفعا للوقوع في حبائلها وللتمرغ في نجاستها وحمأتها. ومن عجب أن كثيرا ممن يدعون إلى الله تعالى يبنون أصل دعوتهم على الاقتراب من هذه الهوة وعلى الوقوع في هذا الحضيض الأوهدي،
وعلى التمرغ في تلك الحمأة، فإن تعذيب الأحزاب وتكوين الجماعات وتنظيم التنظيمات لا يبنى في المبتدأ إلا على التكفير والخروج. ودعك ممن يقول سوى ذلك، فإن ما يقوله تقية. نسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من الفتن ومضلاتها ظاهرا وباطنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.